أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم الإقسام على الله جل وعلا من قبل المسلم العادي؟ العادي؟ إيه نعم. وهل تجب الكفارة إذا لم يحقق الله سبحانه ما أقسم به عليه؟ أما الإقسام على الله من باب حسن الظن بالله فلا بأس به من المسلم، لا بأس به من المسلم. وأما أنه تجب عليه الكفارة فلا أعلم أحدا قال بذلك، لا أعلم أن أحد قال إذا أقسم على الله ولم يحصل المقصود أنه يكفر عن يمينه. نعم.